أهلا بكم في حلقة جديدة من فرصة ثقافية، معاكم محمد معروف. بعد الأحداث الكبيرة والغير متوقعة اللي حصلت يوم 6 يناير اللي فات من تجمع أنصار دونالد ترامب من كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وتجمعهم لاستماع خطابه الإثاري العدائي تجاه المؤسسات الديمقراطية الأمريكية التانية، خصوصا الكونغرس من مجلس نواب ومجلس شيوخ، وبعد كده توجيههم ناحية الكابيتل هيل واقتحام أنصاره دول للمبنى في مشاهد مزعجة ومثيرة ومقلقة. العالم الغربي خصوصا الولايات المتحدة ما كانش في حد يتخيل انه ممكن يشوف المشاهد المرعبة دي. الموب او الغوغاء او المتمردين الانسيركشنستس زي ما بيتم تسميتهم في وسائل الاعلام الامريكية، سواء الديمقراطية او المينستريم او اللي بتحاول تلتزم الحياد قدر الامكان الحاد والموضوعية، كلهم خدوا الصف والجهة التانية من دونالد ترامب، وتم شيطنته تماما بعد الأحداث المذهلة الكبيرة اللي حصلت في اليوم ده من اقتحام الكونغرس، تكسير الأبواب واقتحام القاعات نفسها ودخول مكاتب نواب الشعب، تجمع كل الأطياف بتاعت الناس اللي جت دي هو ثقتهم ودعمهم وإيمانهم دونالد ترامب وتصديقهم لفكرة أن الانتخابات اتسرقت منه وأن هو اللي فاز في الانتخابات اللي فاتت. لكن المجموعة الضخمة دي كلها متقسمة لمجموعات أصغر، فيه الفاشيين زي البراود بويز، وفيه اللي ماشيين وراء نظريات المؤامرة الغريبة المذهلة زي الكيو أنونز المؤمنين أن فيه تنظيم سري بيخطف الأطفال وبيتم اغتصابهم وقتلهم وأكلهم كمان، وأن التنظيم السري ده اللي بيخطف العيال فيه أعضاء بارزين جدا في الحزب الديمقراطي منهم هيلاري كلينتون ذات نفسها، وأن بتجيلهم المعلومات من شخصية جوه الجهاز الاستخبارات الأمريكي، أي هيئة بقى من الهيئات مش عارفين. الشخص ده اسمه كيو وأتباعه هم الكيو أنونز، أنون اللي اختصار لأنونيمس. في مجموعات تانية زي الثري برسنترز المؤمنين ان الثورة بيقودها فئة صغيرة جدا، هم الخلاصة او الناس المخلصين اللي بينقذوا الامة من بعديهم، والنسبة بتاعت الناس دي دايما ما بتزيدش عن 3% من المجتمع، هم دول الثري برسنترز. وغيرهم زي البوغالوز وجامعات تانية كتير، كلهم كان بيضمهم وجمعهم دونالد ترامب، لان دونالد ترامب بخطابه الغوغائي اللي ما كانش ليه أيديولوجية معينة كان بيسمح لهم ان هم يقدروا ينطوا تحت مظلة دونالد ترامب وتحت مظلة شرعية منصب دونالد ترامب ان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيحييهم وبيدعمهم ولو بطرق متدارية. وده مش عشان يعني ان دونالد ترامب كان نوع من الخطة ليه، لا ده هو بالأساس بيدور على اي حد من الأنصار ليه أيا كانت خلفيتهم، سواء بقى متطرفة أو مش متطرفة، دينية أو غير دينية. لكن الناس دول اللي كانوا بيحسوا أن البلد بتتخطف منهم وأن التركيبة السكانية بتاعت أمريكا بتتحول وأنهم مش عارفين ياخدوا وضعهم في البلد مع صعود موجة الليبرالية الحديثة وحقوق المساواة اللي أوروبا سبقت أمريكا فيها ب20-30 سنة، بدأت دلوقتي تغزو الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حقوق المثليين أو العابرين جنسيا أو القبول بالمهاجرين اللي جايين من كل أصقاع الأرض. الناس دول أخيرا لقوا فيه رمز بيدعمهم، رمز بيقول لهم انتوا صح، رمز وراه، فكلهم جايين يلحقوا الرمز ده قبل ما ينهار وقبل ما يختفي، لأنهم من جواهم شاكين إن ممكن يجي حد تاني زيه، عشان الغالبية العظمى منهم مصدقين إن في مؤامرة يتم ضدهم مش بس من دولة عميقة بل ومن كل وسائل الإعلام المينستريم، وسائل الإعلام اللي بتوجه وبتشكل وعي الناس بالتزييف. هما مؤمنين إن ده بيحصل، هو الحقيقة بيحصل بطريقة أو بأخرى ومش شرط إن يكون وراه. يعني أنا بقى دلوقتي كمحمد معروف بتدخل وأقول فعلا إن وسائل الإعلام بتوجه وبتشكل وعي الناس،
والكلام ده مش شرط يكون نتيجة مؤامرة من شركات ضخمة أو كيانات كبيرة، لكنها جزء من الانحيازات بتاعة مقدمين البرامج وأصحاب القناة والمحررين. كل الناس دي ليها انحيازات، وطبيعي سواء عن وعي أو بعدم وعي الإنسان دايما بينتصر لوجهة نظره وطريقة تفكيره. صحيح الرجل الإعلامي أو مقدم المعلومة مفروض يكون حيادي قدر الإمكان، لكن بتحصل كتير إن تشخيصه للصح والغلط بيكون على معاييره هو. مش هيهين الضيف اللي قصاده اللي جاي من الناحية التانية من الضيف السياسي أو الأخلاقي أو الديني، لكن هيزنقه بأسئلة صعبة أو هيسخر بالطريقة من آرائه من غير ما يهينه بطريقة تتمسك عليه أو يقدم وجهة نظره بطريقة تخليه صعب إن هو يرد، أو إن هو لو رد ممكن يسيء لأنصاره. كل دي ألعاب أو حيل أو طرق بيلجأ لها المقدم الإعلاميين المفروض عشان كشف الحقيقة، لكن في أحيان كتير جدا عشان إنهم يطلعوا الضيف اللي من الضيف من البوليتيكال سبيكترم المعاكس ليهم على إنه وحش أو شرير أو غبي أو ساذج. وده طبعا بيتم في كل وسائل الإعلام، مش هنقول بقى في المينستريم بس، ده اضرب في 10 وفي 100 في وسائل الإعلام المحسوبة على اليمين الأمريكي وأبرزهم طبعا فوكس. يعني لو اتفرجت على عدد من المذيعين تحس إن يعني الليفل بتاع الاي كيو بتاع كل اللي قاعدين في الحوار بيقل يعني 20-30 نقطة. أسئلة بتبقى غبية ومستفزة. اتفرج على واحد زي تاكر كارلسون، كتير من المقدمين الأخبار فيهم التحيز عندهم بيبقى مفتوح وواضح، والمحاور بيبقى واخد صف الفئة اللي بينتمي لها اللي هي اليمين الأمريكي. والكلام ده مش مجرد بقى في فوكس، زي ما قلنا موجود برضو في المينستريم، ولعل أشهرهم CNN اللي بقت منصة معادية للحزب الجمهوري ولدونالد ترامب وكل ما يمثله من أفكار وأنصار. لكن في بعض المنصات الإعلامية بتحاول إن هي تراجع نفسها، أو بلاش نقول تراجع نفسها، إن هي تمد إيدها للطرف التاني من الطيف السياسي ده اللي هو بقى سواء الجمهوريين أو أنصار ترامب بكل درجاتهم، سواء بقى اللي بينتخبوا دونالد ترامب عشان هو خيار ايديولوجي ليهم، او وصولا لاخر الطيف انصار ترامب وهو المؤمنين بيه كمخلص لامريكا ومخلص للمسيحية والامريكان كونسيرفاتيزم التيار المحافظ الامريكي ككل، اعتبرينه مسيحهم مخلصهم، هو اللي جاي يعيد احياء الامريكية المفقودة والمسيحية اللي بتنهار. نيويورك تايمز جريدة عريقة جدا، تغطيتها بفضل انتعاشتها الاقتصادية القوية والمالية اللي حصلت مع بداية الألفية واعتناقهم للمنصات الديجيتال، حصل لهم زيادة كبيرة ضخمة جدا في عدد المشتركين، وبقى معاهم رصيد مالي محترم يسمح لهم بالانتشار والتجربة أكتر وأكتر. وبالفعل مراسلينهم على الأرض تضاعف ويعني انفجر بطريقة كبيرة جدا تسمح لهم بأن هم يدخلوا ويتفقدوا أماكن الصحافة العادية ما تقدرش تتفقدها وتشتبك فيها بسهولة زي ما متاح لإمكانيات النيويورك تايمز الجبار. ولعل أشهر تجاربهم وأكثرها نجاحا، ودي من أهم أسباب شعبية النيويورك تايمز الفترة الأخيرة دي، هو البودكاست بتاعهم ذا ديلي. مقدمه بقى يعني من مشاهير الصحافة الأمريكية اللي هو مايكل بارباو، بيقوم بالتنسيق مع طبعا معدين البودكاست باللقاء بالصحفيين النيويورك تايمز من كل المجالات، واللي هم بيقوموا بدورهم بالغوص في أعماق المجتمع الأمريكي. بيقابلوا ناس من كل الأطياف السياسية، حتى أكترهم عداء لنيويورك تايمز ذات نفسها، اللي بيعتبروا نيويورك تايمز منصة معادية لدونالد ترامب عشان دونالد ترامب كتير جدا بيهاجمهم وبيشيطنهم، عشان كتير بيعملوا سبق صحفي بيفضحوا فيه حاجات ليها علاقة بدونالد ترامب، وأشارها طبعا ملفه الضريبي واللي فضحوه قبل الانتخابات بحوالي شهر وشوي. في آخر حلقة من بودكاست The Daily، مايكل بارباو ما طلعش علينا غير في آخر جزء، والحلقة اللي تقريبا كانت حوالي نص ساعة كان معظمها عبارة عن شهادات
لأنصار دونالد ترامب. مراسلين نيويورك تايمز على الأرض في مختلف الولايات الأمريكية، واللي كتير منهم كان بيتابع أنصار دونالد ترامب، سواء قابلوهم ساعة المظاهرة الكبيرة أو كانوا بيراقبوهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو شافوهم في مدنهم وقراهم اللي هم عايشين فيها، وبدأوا يتصلوا بيهم تاني بعد 6 يناير عشان يستطلعوا آرائهم. وكمان المكالمات دي ما كانتش على طول بعديها، بل بعديها بكام يوم، عشان يدوا نفسهم فرصة إنهم يراقبوا ردود أفعالهم والتغيير اللي ممكن يحصل في طرق تفكيرهم. الشيء المميز في اللي عملوه ذا ديلي إن هما كلموا ناس في أماكن مختلفة من الطيف بتاع دونالد ترامب من المؤمنين بيه والمؤازرين ليه بطريقة شبه عقدية، وصولا للناس اللي كانوا منحازين ليه أو انتخبوه لظروف شخصية أو مهنية. الحوارات في أسئلة منها ذكية وفي منها أسئلة استدراجية، زي ما قلت في أول الحلقة طبيعي أن كل مراسل أسئلته بتنم عن انحيازاته أو بيحاول يستدرج فيها الطرف الآخر، لكنها في المجمل بتورينا سناب شوت، لقطة من تفكير أنصار ترامب، وبالتبعية من تفكيرنا إحنا كبشر. إزاي لما نكون في موقع الخسرانين إن إحنا مع حزب معين، مع جهة معينة، مع فريق معين، والفريق ده إحنا منتمئين له فكريا وعقديا أو في نوع من الولاء، إزاي بنتصرف تجاه الخسارة دي؟ إزاي الخسارة دي بتنعكس علينا إحنا وبنحس إن هي بتاعتنا إحنا، مش مجرد بتاع الفريق اللي إحنا بنشجعه أو الشخص اللي إحنا وراه؟ بداية الحوارات بدأت مع واحدة منصرة لدونالد ترامب 100%، مؤمنة بيه تماما وبكل نظريات أو بمعظم نظريات الطيف اليميني المتطرف في أمريكا من غير ما تقول أفكارها دي. هي بتقول من بداية الحوار إن هي ضد العنف، لكنها مؤمنة تماما إن الانتخابات اتسرقت من دونالد ترامب وإن حصل في تزوير، وبتقول إن مهمة إثبات إن مفيش سرقة حصلت هي مهمة الطرف الآخر. يعني المذيعة بتسألها بتقول لها يعني كل القضايا اللي رفعها فريق ترامب خسرها قدام المحاكم، هي مش مستعدة، اللي هي الست المناصرة لترامب مش مستعدة ان هي تشتبك في الفكرة دي، عشان هي شايفة ان النظام كله والاعلام كله فاسد ومعادي لترامب، وهي مش مستعدة تصدق اي كلام بيتقال من ناحيته. هي عاوزهم يثبتوا بالدليل ان ما حصلش تزوير. ده طبعا شيء منافي للمنطق، لان ايه؟ البينة على من ادعى. يعني انت عشان تقول ان في تزوير لازم تجيب ادلة، في حين ان هي كل الادلة اللي بتقولها هي مجرد شهادات سمعتها على المواقع اللي هي بتتابعها والقنوات اللي هي بتتابعها اليمينية، ان في ناس متوفين تم ادلاء باصواته، بل وان في بيتس حيوانات اليفة تم الادلاء باصواتها، وان في اصوات لدونالد ترامب تم التخلص منها. هي بتكرر نفس الكلام اللي كان بيتردد على المنصات اليمينية المتطرفة دي، اللي ما عندهاش اي دليل غير ان هي تاخد شهادة او اتنين وتعظمها وتكبر فيها. هي مصدقة الكلام ده وبتقول انتوا اللي اثبتولي ان الكلام ده مش صحيح، وفي نفس الوقت بقول لكم ان انتوا شهادتكم مجروحة بالنسبة لي وانا مش هصدقكم برضو. طبعا هي متضايقة، وده طبعا شيء منطقي ومفهوم، ان بيتم اخراس كل من له علاقة بترامب في الاعلام وفي كل منصات التواصل الاجتماعي، وبيتم حجبهم بطريقة فيها استقصاد واضح ومباشر، ومش بس للشخصيات اللي تم الاثبات بالدليل ان هي كانت موجودة يوم التمرد ويوم اقتحام الكونجرس، لا، وكتير من الخطابات المؤيدة ليهم او المتعاطفة معهم والمتفهمة لوجهة نظرهم. وهي شايفة ان ده انكار لحقها كمواطنة امريكية، وان ده تحدي للتعديل المادة الاولى من الدستور الامريكي، واللي هي طبعا حرية الكلام وحرية العقيدة والفكر، اللي هي الفري سبيتش والفري اسوسيشن وفريدم اوف ريليجن. كل الحاجات دي
بيتم تدميرها وتحديها وخرقها عبر وسائل الإعلام والأهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. والنقطة دي تحديدا أكتر نقطة بيتم الرجوع ليها مع كل المتحدثين من أنصار ترامب. بعد الضيفة الأولانية اللي اتكلم معاها واحد من مراسلي نيويورك تايمز، بينتقلوا الواحد تاني لخلفية لاتينو، أي من أمريكا اللاتينية سواء بقى المكسيك أو من أمريكا الجنوبية، وبيكرر فيها نفس المشاغل أو الهموم أو المضايقات اللي كانت موجودة عند الضيفة الأولانية، وإن كان يعني ما بيعتنقش تماما الخطاب اللي جاي من الفئة اليمينية، لكنه برضو مع ترامب ومع أفكاره، هو ضد العنف لكنه برضو ضد حد أراء الأمريكان من مختلف التيارات. لكن لعل أكتر حوار أثار انتباهي هي الضيفة الثالثة، واللي بتبدأ الحوار هي بتقدمها أولا المراسلة على أنها شخصية لطيفة جدا وأم ودودة، وأن هي شخصية فعالة ومهمة في مجتمعها وبتساعد المدرسة اللي فيها أطفالها، وأن هي شخصية مسالمة جدا. وهي بالفعل لما بنيجي بنسمعها وهي بتتكلم تظهر أن هي شخصية ودودة جدا، لدرجة أن الواحد هيبقى متخيل أن هي مجرد أم من السيدات المحافظات اللي مؤمنين أن دونالد ترامب كان بيحافظ على العالم بتاعهم. هتصبنا الدهشة لما نقعد نسمع آرائها اللي بتتقال واحدة ورا التانية، إن هي أولا كانت من مجموعة من 7 سيدات عملوا جروب، ومش إحنا مش عارفين الجروب ده على أنهي منصة، عشان هي رافضة تصرح بالمنصة دي خوفا من أن يتم حجبها أو وقفها، وده طبعا حصل زي ما قلنا على منصات كتير سواء على تويتر أو الفيسبوك أو منصات تانية أخرى يعني، بل وعلى بارلر ذات نفسها اللي هي المنصة بتاعت أنصار ترامب واليمينين المتشددين. بدأ يحصل نوع من المديريشن خوفا من إيه حجبها إلى الأبد يعني، سواء بقى على الأب ستورز وغيرها اللي هي بتاعت أبل وجوجل. فالست بتقول إن هي ومجموعة بدأوا كـ7 أشخاص، 7 أمهات، أمهات يدعموا ترامب. الجروب ده زاد لغاية لما وصل لحوالي 200، كلهم كانوا بينظموا أنشطتهم وفعالياتهم عشان يدعموا دونالد ترامب. المذهل بقى في آراء السيدة الفاضلة دي، المذهل إن هي ما كانتش مصدقة وهي لا تعتقد إلى اللحظة اللي تمت معها اللقاء فيها إن ترامب مسؤول عن أي عنف حصل. ترامب ما قالهمش يروحوا يخربوا، ترامب ما قالهمش يروحوا يفسدوا، ولا إن هم يرتكبوا أي نوع من العنف. وبتقول إن هي أول ما حصلت أحداث العنف يوم 6 يناير إن هي تخيلت وكتير من السيدات اللي معها جروب إن ده تم نتيجة اختراق تجمعات المتظاهرين دول بناس من أنتيفا، وأنتيفا دي طبعا جماعة يسارية دونالد ترامب كان دايما بيستحضرها طوال أحداث صيف 2020 لما حصلت مظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد حادثة مقتل جورج فلويد على إيد الشرطة. فهم أول ما حصلت الأحداث دي قالوا يبقى أكيد دي أنتيفا، هم اللي اخترقوهم وهم اللي بيعملوا أعمال العنف دي عشان يتم نسبها لأنصار ترامب. المشكلة وباعتراف السيدة دي ذات نفسها إنهم اكتشفوا بمرور الوقت إن اللي قام بالعنف ده مين، هم أنصار ترامب بالفعل، وهم اللي طالعين على الكاميرات وبيتكلموا نفس الخطاب المؤيد لترامب، وهم اللي بيخربوا بنفسهم وبيقتحموا بنفسهم وبيهددوا بالعنف بنفسهم، ومش بقى مجرد كلام مرسل على عواهنه، لا ده بتشوف رأي العين. فبتقول هي وناس كتير من اللي معها على الجروب حصل لهم نوع من الصدمة، والضيق طبعا ان احنا ناس من عندنا احنا فعلا هما بيعملوا العنف ده. بس المذهل بقى واللطيف، ودي كانت تجربة من اجمل التجارب اللي انا اسمعها بودني للست دي، وهو مخها بيبدأ يبرر ويتعايش مع الصدمة دي. ازاي المخ بيأول عشان ما يتخلاش عن العالم والحلم والخيال اللي هو عايشه الفترة دي كلها. اللي حصل ان السيدة دي بدأت تتصالح مع حادثة العنف اللي حصلت دي، بدأت تقول الله، هو مش طول الصيف اللي فات كان بيحصل مظاهرات
وكان بيحصل تخريب، وعشان شوية فئات كانوا بيخربوا، نقول ان كل الناس المتعاطفين معهم وحشين؟ يعني هل ان كان في ناس بيعملوا عمليات سلب ونهب وتخريب ساعة المظاهرات اللي كانت في الصيف ضد عنف الشرطة، نقول ان كل الناس المتعاطفين مع جورج فلويد ومقتله كلهم ناس مخربين؟ طب لو المجتمع الامريكي قال كده وتقبل كده في الصيف اللي فات، ليه ما يتقبلوش دلوقتي؟ ليه ما نقولش ان الجماعة اللي راحوا خربوا دول قلة وحشة، قلة متطرفة، واحنا ملناش دعوة بيهم؟ واخدين بالكم الست دي عملت ايه؟ عملت اللي طبعا كل المجتمعات بتعمله طول الوقت، ان بعد ما يدفعوا ناحية تطرف معين او افكار عنيفة والعنف ده يحصل على ارض الواقع وهم يبقوا اول ناس يتصدموا منه، لكنهم في نفس الوقت مش قادرين يتخلوا عن افكارهم ومعتقداتهم وخيالاتهم، اللي بيحصل ان هم بيتهموا الناس اللي نفذوا افكارهم العنيفة دي على الارض بان هم الناس الوحشة، هم دول القلة المنحرفة واحنا ملناش دعوة بيهم، وما توصموناش احنا يلي ما عملناش العنف ده بان احنا تبعهم. ما تقولوش ان كل اتباع ترامب ناس شريرة، ناس عنيفة، ناس مش مؤمنة بالحرية، احنا بنتظاهر عشان مؤمنين بحقنا في التظاهر. طبعا في ناس ممكن تقولي ان انا كده بخلط الاوراق ببعض، او ان انا عاوز اخلي الطيف الواسع من الاحمر للبنفسجي بحاول اخليه لون واحد، كله لون ابيض. احنا عارفين على الحقيقة ان طبعا ان الناس انحيازاتها بتبقى متدرجة، مش كل الناس ليها نفس المعتقد ونفس الايمان بالكوز او الفكرة اللي بيدعموها. في ناس ممكن افكارها تكون وطنية، لكن في ناس تانيين افكارهم يوصل بيهم الحماس ان هي تتحول لافكار فاشية واقصائية عنصرية، وده حقيقة. لكن في حالة الست دي تحديدا الموضوع مش كده، هي ست لطيفة وشيك وهادية وطريقة كلامها لطيفة جدا، بس لما تاخد افكارها كلها على بعضيها وتسمع حوارها لغاية اخره هتجيلك الشك والصدمة دي. السيدة في اخر حوارها بتشتكي من ان الموضوع بتاع شيطنتهم واقصائهم وارد جدا انه يتصاعد بالاحداث، وان يحصل كمان حرب اهلية نتيجة شيطنة الاخر، ان هم 73 مليون اللي انتخبوا ترامب اللي المجتمع الامريكي والاعلام الامريكي بيشيطنهم طول الوقت، انت مع ترامب يبقى انت زي التانيين. وده الحقيقة بيتم في منافذ إعلامية كتيرة أشهرهم طبعا CNN اللي بقت متحيزة بطريقة زيادة عن اللزوم ضد ترامب وأنصار. طبعا ترامب لا يستحق أي شفقة ولا تعاطف، بس النبرة الاستعلائية بتاعت مذيعين CNN أحيانا بتزيد، والسخرية من أنصار ترامب بتتجاوز الحدود كتير. فهي السيدة اللي هي بطلتنا اللي بنتكلم عنها دي، اللي هي تالت واحدة في حلقة تديلي، بتقول ان الاقصاء ده واحتقارهم هيأدي في الاخر ان ممكن يحصل فعلا نزاع مسلح وتحصل سيفل وور. بتقول انا طبعا ضد العنف وما اقدرش استحمل حاجة زي كده، وقبل ما تحصل انا اكيد همشي واسيب امريكا عشان انا ما اقدرش استحمل عنف. لكنها في الجملة اللي بعديها على طول بتقول، وان كنت كمان بنسمع طبعا قصدها طبعا المنصات اللي عليها، ان في بعض الولايات بدأت بالفعل تفكر في الانفصال عن الاتحاد الامريكي اللي هو الولايات المتحدة الامريكية، واشهرهم ولايات زي تكساس ولويزيانا اللي طبعا التيار المحافظ فيها عالي جدا، ودول من اكتر الاماكن اللي فيها انصار دونالد ترامب. وبتقول ان الكلام ده لو حصل وان الولايات دي لو فعلا قدرت تنفصل، ان هي على طول هتروح تهاجر وتستقر هناك. واختم بالكم سياق طريقة كلامها ماشية ازاي. هي بتدعي ان هي كيوت وان هي لطيفة وان هي ضد العنف وان هي محبة للناس والاخرين في طريقة كلامها، لكنها من جواها اقصائية ومش عاوزة تعيش مع المجتمع اللي هي شايفة ان هو بيشيطن، اللي هي شايفة ان هو ظالمهم، وان رمزها دونالد ترامب يستحق فعلا ان هو يكون رئيس، ومستعدة ان بلدها اللي هي الولايات المتحدة الامريكية تنقسم عشان ما تشوفش الناس الوحشة دي. الحوار الرابع والأخير ده بقى
آخر طيف ترامب، ده اللي اضطر يختاره في الانتخابات علشان شغله. هو بيشتغل في الفراكينج اللي هو استخراج البترول الصخري، وبأن طبعا فريق بايدن كمالا هاريس مع البيئة وهيسحبوا الدعم من صناعة البترول الصخري، فهو حس أنه بيدور على أكل عيشه، فمنطقيا هيختار دونالد ترامب. لكنه طبعا بعد الأحداث اللي حصلت بتاعت 6 يناير وغيرها، هو شايف اللي حصل ده إجرام، وأن دونالد ترامب مسؤول وبيتبرأ منه تماما. فده يعني لا يحسب كأنه من أنصار ترامب تماما، يعني هو مجرد اختاره كمرشح الضرورة زي ما بيقول عشان أكل عيشه. بس ده كل عندي النهاردة. هحط لكم لينك للبودكاست اللي حب يسمعه، هي الحلقة اللي اتذاعت بتاريخ 18-19 يناير. اسمعوها لو تحبوا. لو عندكم أي أفكار أو أسئلة ممكن تسيبوها طبعا على الجروب اللي اسمه منتدى فاصل ثقافية. عندكم مقالات أو محتوى شايفين إن هو مفيد للجروب ماشي على نفس الخط بتاعه، أهلا بيكم إنكم تشاركوها، وطبعا مشاركتكم وتعليقاتكم على كل البوستات اللي بتتحط. شكرا وأشوفكم على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.